أحسن الله إليكم شيخنا، إذا حدث كذب وإذا وعد والكذب أخلف. مذموم، قال الله عز وجل: إن الرجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب مذموم، ولم يبح الكذب إلا في 3 من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، ومن حديث أبي هريرة في الصحيح وغيرها، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص إلا في الرجل على زوجته، أو قال في الزوجة على زوجها، من باب بقاء العشرة. وفي الحرب، والحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس، لا يكذب من يقول خيرا لينمي خيرا، هذا لا يعتبر كاذبا، أن يقول: والله فلان ما يذكرك إلا بخير، من باب الإصلاح بين، لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الرجل لزوجته: أنت أجمل النساء، أو إن طعامك أجمل الطعام، وإن بيتك أفضل البيوت، إلى غير ذلك، شريطة ألا يقتطع حقا واجبا، ألا يقتطع حقا واجبا. نعم، كذا قاله النووي في المجموع شرح المهذب، آسف، كذا قاله النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم.